منتخب مصر رقم واحد، منتخب المغرب، منتخب الجزائري، الكاميرون عشان على ملعبها، أنا أشوف إن السنغال. كابتن جوهري المقارنة ممكن تبقى ظلمة، يعني أنا بالنسبة لي شيكابالا ده في حتة تانية خالص، وشيكابالا أحرف لعيب جابته الكرة المصرية ويجي بعده يعني كل الناس، إنما شيكابالا مخه كله كورة. أبو تريكا عنده ميزة، أبو تريكا كان من اللعيبة اللي ما تعرفش هو صانع ألعاب ولا فيرود، كان بيعرف يجيب جون، بس لا شيكابالا طبعا رقم واحد. أي حد من جيل 90، أي حد من جيل 90 جيل كأس العالم، هشام يكن. لا أنا أشوف مصطفى كراس حربة يعني مصطفى محمد. الشناوي حاليا. لا الونش. لا أشرف بن شرقي. بالنسبة لي 50-50 يعني مفيش حد أفضل من حد يعني. بالنسبة لي في الوقت الحاضر أفشل. لا كريستيانو رونالدو. ده العيلة كلها بتحبه يعني. ريال مدريد. عندي ترابيزة بينج جوه لعبكم دلوقتي والشطرنج كنت بلعبها في المعسكر مع صلاح ومعنا ومع كوكا وكسبان كوكا على فكرة ماتشين. لا أنا ماليش في الأكل والله، بس المكرونة بشاميل يعني. أمثل. كل القدام يعني، بتكلم عبد الحليم، بتكلم أم كلثوم، بتكلم ميادة، نجاة. كريستيانو بحط على كريستيانو ده على جنب ما لوش دعوة. طولة أنا غيبت عنها مع منتخب مصر، انما مباراه لا بطوله كاس القارات اللي اتغلبنا منها بقى من السعوديه ديت البطوله دي، انا اتصبت قبل البطوله في ركبتي وما سافرتش للاسف في البطوله، بس كنت اتمنى ان انا اكون في البطوله ديت.